بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: ما يبطل الصيام قسمان، ما يبطله ويوجب القضاء، وما يبطله ويوجب القضاء والكفارة. فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي: الأكل والشرب عمدا. ينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان لعذر من مرض أو سفر، فهذا يوجب القضاء فقط. أما إذا أكل أو شرب عامدا من غير عذر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يوجب القضاء فقط، وهو الشافعية والحنابلة في الأكل والشرب، ومنهم من قال يوجب القضاء والكفارة، وهم الحنفية والمالكية. واستدلوا بحديث أبي هريرة عند مسلم أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وهذا قد يحتمل أنه الرجل جامع، ولكن يكون وجه الاستدلال أن الصحابي فهم وهو أعلم بمقاصد الشريعة وأعلم بعلل الأحكام، فهم أن العلة هو الإفطار، أن العلة هي الإفطار وليس الإفطار بالجماع فقط. والصحيح أن المجامع في رمضان إنما وجبت عليه الكفارة من أجل أنه انتهك حرمة رمضان، فلو أنه كان صائما في صوم واجب مثل قضاء أو نذر وأفطر بالجماع لم يجب عليه الكفارة عند الجميع، وإنما وجبت عليه الكفارة لأجل انتهاك حرمة رمضان. وانتهاك حرمة رمضان حاصلة للأكل والشرب كما هي حاصلة بالجماع. ولو قيل إن العلة في وجوب الكفارة في الجماع الزجر حتى يرتدع، لأن شهوة الجماع شهوة قوية فتحتاج إلى زاجر أقوى من شهوة الأكل والشرب، شهوة أقوى من الأكل والشرب فتحتاج إلى زاجر أقوى، فيقال إن شهوة الأكل والشرب عند شدة الجوع والعطش أعظم من شهوة الجماع، وربما لا يفكر الجائع والعطشان في الجماع أصلا. ثم الكفارة شرعت لأمرين: شرعت زجرا، وشرعت عقوبة لمن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى في جزاء الصيد: ليذوق وبال أمره. الزجر لمن لم يفعل، إذا علم أن هناك كفارة شديدة ارتدع فلم يفعل، أما من فعل فالكفارة عقوبة له. فلو قلنا شهوة الأكل والشرب أقل من شهوة الجماع لقيل إن جانب العقوبة في الكفارة يكون أولى، لأن الذي استجاب للشهوة الضعيفة لو سلمنا أنها ضعيفة أولى أن يعاقب ويذوق وبال أمره ممن استجاب للشهوة القوية، وفي ذلك عقوبة الزاني المحصن أشد من عقوبة غير المحصن، والشيخ الزاني عقوبته عند الله أشد من عقوبة الشاب الزاني. ولو قلنا شهوة الأكل والشرب قوية فهي تحتاج إلى زاجر
قوي كما في شهوة الجماع. فعلى أي الوجهين قلنا في علة وجوب الكفارة فهي متحققة في الأكل والشرب. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل تعليق الحكم بالكفارة على سبب الفطر مطلقا، فهذا الذي دل عليه هذا الحديث. وكذلك يدل على وجوب القضاء والكفارة حديث الدارقطني وسيأتي في الناس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال ابن حجر إسناده صحيح. مفهوم المخالفة أن من أفطر عامدا عليه القضاء والكفارة، فذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. إذن من أفطر عامدا عليه القضاء والكفارة. فأصح الأقوال قول الحنفية والمالكية أن المفطر عمدا في رمضان عليه القضاء والكفارة. والعجيب أن الجمهور أوجبوا القضاء على الآكل والشارب مع أنه عمدا، مع أنه لا يوجد نص إلا حديث المجامع. يستدلون بحديث المجامع في رمضان في رواية من رواياته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واقض يوما مكانه، فجعلوا هذا حجة في القضاء. والصحيح أنه إذا كانت هذه رواية من الروايات فالروايات المتفق على صحتها في وجوب الكفارة كذلك، الذي أوجب الكفارة في الجماع يوجب الكفارة في الطعام والشراب الأكل والشرب عمدا بلا عذر. فإن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة. ناسيا، نسي أنه صائم، نسي أنه في رمضان. مخطئا، لا يعلم أن هذا مفطر، مثل ما اختلف فيه من بعض الأمور ورجحنا فيه الفطر. مثلا رجل بالغ في الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه، لا يعلم الحديث، هذا مخطئ. عدم العلم بدخول الشهر، ظن أن هذا من شعبان فهو أكل أو شرب ليس ناسيا ولكن مخطئا. نعم، يجب عليه القضاء قياسا على المريض والمسافر. بالنسبة الذي لم يعلم وجوب دخول الشهر، هذا بالنسبة لهذا. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينوي صوم رمضان، يعني اليوم الأول. هذا بخلاف من كان صائما فأفطر مخطئا. من أفطر مخطئا بمعنى لا يعرف أن هذا مفطر في مسألة فيها اجتهاد، أو حتى بدون تفريط لم يعلم، بدون تفريط طلب العلم لم يعلم أن نوع من المفطرات يوجب الفطر المفطر. لو قلنا مثلا لا، نقول مثال اللي هو الاستمناء. لا، كثير من الشباب ربما يبلغ ولا يعلم أحكام الصيام، وهو مجمع عليه في من يرتد به من أهل العلم، فهذا إذا لم يعلم أنه مفطر وظل صائما فالصحيح أنه لم يفطر. من أكل أو شرب ظانا عدم طلوع الفجر وهو ناوي للصيام من الليل، أكل أو شرب مخطئا ليس ناسيا ولا مكرها ولا وهو عامدا لكن مع خطأ.
قال أو مكرها أكره، هدد بسلاح، وتصبت المرأة كرها عليها أكرهها زوجها أو غيره، فهذا يظل على صومه لم يفطر. وإن كان في أمر الجماع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها أن الإكراه أصح، أن الإكراه عذر في عدم، أنه يمنع بطلان الصوم. فإذا كان الأكل والشرب ناسيا فالإكراه أشد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه جماعة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم. صحيح، صححه في صحيح ابن ماجة. القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء ولا كفارة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ذرعه إن غلبه القيء، ومن استقى عمدا فليقضي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه. قال الخطبي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقى عمدا فعليه القضاء. احتج بعض أهل العلم بوجوب القضاء على الآكل والشارب عمدا بالقياس على القيء، وهو قياس أبعد بكثير من القياس على المجامع. حقيقة أن القيء أقرب إلى المرض، فلذا عليه القضاء، يعني الاستقاء، أنه إذا استقاء عمدا تعمد القيء، هذا أقرب إلى المرض، لأن القيء ليس له شهوة، وإنما هو حال مرضي في النهاية. وأما الأكل والشرب فهو أقرب إلى الجماع، هذا كله من باب الشهوات. وقد قال الله عز وجل عن الصائم في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولم يقل سبحانه وتعالى: ويدع القيء مثلا، مع أنه لابد أن يدع القيء عمدا ليستقيم. لذلك قلنا أن أيهما أقرب إلى القياس، أن يقاس الأكل والشرب على الجماع وليس على القيء. الحيض والنفاس ولو لحظة، ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه. كنا نحيض، حديث عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أليست تمكث الأيام والليالي لا تصلي، لا تصوم ولا تصلي؟ المرأة في إجماع أهل العلم إذا حاضت أو ظل حيضها إلى أن طلع الفجر بدم أو كدرة أو صفرة متصلة بالدم الذي قبلها، فهذا اليوم الماضي. لكن هل يلزم الحائض إذا طهرت أثناء رمضان تمسك بقية اليوم؟ هذا هو الصحيح، أنه إذا زال عذر صاحب العذر أثناء النهار كمسافر قدم وامرأة طهرت من الحيض أو النفاس أثناء النهار، أو مريض برئ وكان قد أفطر، فكل هؤلاء يمسكون بقية اليوم لحديث عاشوراء: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. كان هذا معذورا.
لم يعلم بوجوب الصوم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكمل بقية اليوم صائما لزوال العذر، ولا يعتد بالصيام لأنه قد أفطر، عليه القضاء، لكن لا يجوز له الأكل والشرب. كافر أسلم في نهار رمضان وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأنه لم يجب عليه في أحكام الدنيا من أول الفجر الاستمناء، سواء كان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها أو ضمها إليه أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء، بدليل يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يدع شهوته فهو مثل الجماع. والصحيح أن الاستمناء يوجب القضاء والكفارة، إنما ذكرنا من كان لا يعلم أنه مفطر، المفطر في من أفطر مخطئا فصومه صحيح. يقول: فإن كان سببه مجرد النظر نهارا في الصيام لا يبطل الصوم ولا يجب فيه شيء، وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قل أو كثر. ترداد النظر فيه خلاف، أن يتعمد أن يظل يكرر النظر حتى يمني، أما الفكر فلا، مثل الاحتلام اتفاقا في الاحتلام. الراجح في ترداد النظر أنه يفطر، أنه يقصد عمدا حتى يستمني. أما المذي ففيه خلاف أيضا، والراجح ما ذكره الشيخ، فإنه ليس يأتي شهوته، يخرج المذي يخرج عند الشهوة، عند التفكير في الشهوة، لا بشهوة، يخرج بلا شهوة بلا لذة، فلذا لا يقاس على المني، كما أنه لا يغتسل من المذي فهو وإنما يغتسل من المني، فكذلك يفطر بخروج المني بشهوة وليس بخروج المذي، وهذا مذهب الشافعي. المذي بيخرج بشهوة، لا مبقاش مذي، ده المذي يخرج عند الشهوة لا بشهوة، أما المني فهو يخرج عند الشهوة بشهوة بلذة، المذي لا يخرج بلذة. تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف، مثل تعاطي الملح الكثير، هذا يفطر في قول عامة أهل العلم، أو كما ذكرنا بلع ابتلاء حصاه، لكن هل هذا يوجب الكفارة؟ الحنفية قالوا ما يعني لا يتغذى به لا يوجب الكفارة، لأن هذا إنما يتناول لسبب، ليس يعني ليس اشتهى حتى يفعله الإنسان. وبدحنا أن المنظار مثلا فطر، قلنا المنظار الطبي الذي يدخل في الجوف للمعدة يفطر، رغم أنه ليس بطعام ولا شراب، فهذا يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة من الأنف أو الفم. قال: ومن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا، فإن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها قاصدا الفطرة ومتعمدا له انتقض صومه انتقض صيامه لا محالة. هذه المسألة معناها أنه ينوي أنه قد أفطر، وليس التردد في كونه قد أفطر أو لم يفطر، يشك فيقول أكمل صيامي لا أكمل صيامي، هذا ما زال صائما، أصابه بعض التعب فقال أكمل أو لا أكمل، كان مسافرا تردد في أن يكمل صيامه أو أن يفطر، ليس هذا بمفطر حتى يعزم أنه قد أفطر، نقض النية. قال: إذا عدت إلى المنزل سأفطر، ولكن عاد فلم يفطر.
هي السورة طبعا ما ينفعش أصلا عدم المعصية، لكن لو افترضنا ذلك عزم على أنه سوف يفطر، هذا لم يفطر بعد، إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك، فعليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكبروا عليه. وروى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت عساسا أخرجت قداحا أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم. فقال عمر: لما؟ والله ما تجنفنا لإفت. رواية صحيحة الإسناد، وهو يدل على أن قول عمر في الرواية الأخرى الخطب يسير، وفسره كثير من العلماء بأن القضاء خفيف، ليس بالصحيح، لأنه قالوا نقضي فقال لما؟ لما نقضي؟ والله ما تجنفنا لإثم، ما قصدنا لإثم، ما ملنا لإثم، ما تجنفنا لإثم. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين، الأول يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، لم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع نبيهم، الصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. والثاني يدل على أنه لا يجب القضاء، يدل على أمرين: الأمر الأول أنه لا يستحب تأخير الفطر مع الغيم، الثاني يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فأما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به، ولأجل أن الأصل هو عدم وجوب القضاء. السيدة عائشة رضي الله عنها على ما استدلت بعدم قضاء الحائض للصلاة قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لا نؤمر، استدلت بعدم وجود الأمر وليست بأنهم قيل لهم لا قضاء عليكم، مجرد عدم وجود الأمر بالقضاء، والقضاء لا يجب إلا بأمر جديد، دل على عدم وجوده طالما لم يوجد أمر. قال: وأما ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع لا غير عند الجمهور. ذكرنا أن الحنفية والمالكية يقولون بوجوب القضاء والكفارة. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقمه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر مكيال يسع 15 صاعا، فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فاطعمه أهلك. رواه جماعة. ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما،
ما دام قد تعمد الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام. الصحيح أنه شرعت الكفارة كما ذكرنا زجرا وعقوبة يذوق بلاء به، ومن تعمدت وطاوعت مختارة تحتاج إلى الزجر وتحتاج إلى العقوبة. لم يذكر في الحديث أنه أمر امرأته بالكفارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة مجاهد لأنها لم تسأل، أو لأن الجواب جر مع قول النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال يجعل ذلك سواء، يعني يكفي أن الرسول قد بلغه ليبلغها. الحديث يدل على لزوم الكفارة في الذمة مع العجز عن الثلاثة، لأن الرجل قال لا أجد رقبة ولا أستطيع أن أصوم ولا أجد 60 مسكينا، وجلس. هذه المدة التي جلس فيها الرجل فاقد للكفارة، ومع ذلك لما جاء العرق الذي المكيال فيه التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكين. فدل ذلك على بقاء الكفارة في الذمة ولو كان عاجزا عنها في الحال، وهي كذلك. كما ذكرنا أنه طالما بلغه فهو ملزم، لا ليس هو الملزم، ملزم أن يبلغ امرأته بما وجب، وعليها هي في مالها طالما كانت مطوعة. ليس هو المسؤول عن عبادتها إلا أن يكون قد أكرهها فلا قضاء عليها ولا كفر. قال فإن وقع الجماع نسيانا أو لم يكون مختارين بأن أكره عليه أو لم يكون ناويين الصيام فلا كفرة على واحد منهما. أن يكون ناويين الصيام مثل أن يكون مريضا وأن تكون هي حائض فطهرت، وإن كان يلزمهم مراعاة حرمة رمضان إذا طهرت من الحيض، لكن لا قضاء لا كفارة في ذلك. والصورة المتصورة في أن ينوي الفطرة بالأكل والشرب ثم يحصل الجماع بعد ذلك ترد على من يقول الأكل والشرب لا يوجبان الكفارة، لأنه كان أيسر على كل أحد يريد الفطر حتى لا يوجب الكفارة أن يفطر أولا بأكل وشرب فيصبح مفطرا، أو بالنية فيصبح مفطرا ثم يجامع، فلا يكون عليه قضاء ولا كفارة، فلا يكون عليه إلا القضاء، استغفر الله. لكن هذا القول غير صحيح، فلو أفطر بالنية أو بالأكل والشرب دون عذر وحصل الجماع وجب عليهم القضاء والكفارة. إذا كان على سفر حل أصلا أن يجامعها أثناء السفر لأنهما مفطرين بعذر، مفطران بعذر. فإن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها، بل كما ذكرنا إذا كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء، ليس عليها القضاء، استغفر. رجحنا أن صومها صحيح مع الإكراه. قال ومذهب الشافعي أنه لا كفارة على المرأة مطلقا لا في حال الاختيار ولا في حال الإكراه، وإنما يلزمه القضاء فقط. قال النووي والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، أنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مال مختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر. قياس ضعيف جدا، هي تحتاج إلى كفارة كما يحتاج هو، والله أعلم، لأن الكفارة لتذوق وبال أمرها ولتزجرها بعد ذلك عن الفعل. قال أبو داود سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان
عليها كفارة؟ قال ما سمعنا أن على امرأة كفارة. قال في المغني: ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يواطئ رقبة ولم يأمر في المرأة بشيء. قلنا اكتفاء بما علم من استواء الأحكام بين الرجال والنساء. ومن أين أوجبته القضاء عليها؟ أليس بنفس الحديث واقضي يوم مكانه؟ فهو العمدة في هذا، إذن عليها الكفارة أيضا. قال: والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور العلماء، فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم 60 مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله، وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها. حقيقة هذه الصيغة لا تدل على وجوب الترتيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: هل تجد في، قال في قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هل تجد أن تذبح شاه؟ قال: لا. قال: هل تجد أن تطعم 6 مساكين 3 أصع من تمر؟ قال: لا. قال: فصوم 3 أيام. فهذه الصيغة مع الاتفاق على أن الفدية في الصيام من الصيام أو الصدقة أو النسك على التخيير، إذن هذه الصيغة ليست صريحة. ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هل تجد، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ليدله على الأفضل. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ليدله على الأفضل. فأما لم يستطع قال: فأطعم 60 مسكين. والظاهر أنه عليه أن يطعم كل مسكين مدة، يمكن أن يملكه إياه ويمكن أن يأتي ب60 مسكين فيطعمهم حتى يشبعه. ولا بد أن يكون 60 مسكينا، ليس مسكينا واحدا 60 مرة. يقول: وذهب مذهب المالكية ورواية لأحمد أنه مخير بين هذه الثلاث، فأيها فعل أجزى عنه. هذا هو الصحيح، على أن الترتيب مستحب، لما روى مالك وابن جريج عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرسلا، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم. أو تفيد التخيير، رجل أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يفعل هذا أو هذا، هذا التخيير. يقولوا: لأن الكفارة بسبب مخالفة كانت على التكفير ككفارة اليمين، كانت على التخيير ككفارة اليمين. قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رأوا الترتيب أكثر ومعه الزيادة. ننازع في أن الترتيب زيادة، بل رواية أو هي الزائدة حكما، لأن هذه ضيقت والأخرى وسعت فهي الأوسع. ثم إنه كما ذكرنا هذه الصيغة ليست صريحة في وجوب الترتيب. هل تجد، هل تستطيع؟ ربما كان يأمره بعد أن يفعل منه، لأنه يجد بأن يفعل، لأن هذا هو الأفضل. الصحيح أن الكفارة، ترتيب الكفارة مستحب. جمع المهلب والقرطبي بتعدد الواقعة، رواية التخيير ورواية الترتيب. كما ذكرنا الترتيب لا يلزم من لفظ الرواية التي ذكرها. قال الحافظ في مسألة تعدد الواقعة: وهو بعيد لأن القصة واحدة والمخرج متحد والراوي الصحابي واحد أبو هريرة، والأصل عدم التعدد. وجمع بعضهم بأن الترتيب على، أو بحمل الترتيب على الأولوية،
التخيير على الجواز وعكسه بعضهم. هذا القول الصحيح والأخير. الجمع بأن الترتيب يجب على الأولوية هو الأفضل والتخيير على الجواز. قالوا من جمع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع في آخر يوم في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة عند الأحناف بل عليه كفارتين. ورواية عن أحمد يقول لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل. صحيح أنها ليست كذلك. العبرة بأنها العبرة بأن هذه الجناية كل منها ينتهك حرمة يوم من أيام نهار رمضان، فكل يوم فيه قضاء أو كفارة. قال مالك والشافعي وروى عن أحمد عليه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتخلل كرمضانين. وقد أجمعوا على أن من جمع في نهار في رمضان عامدا وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى لأنهما يومان. وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفر عن الأول أن عليه كفارة واحدة. فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا عند جمهور الأئمة. وقال أحمد عليه كفارة ثانية، جامع وأعتق أو جامع وأطعم 60 مسكين ثم في نفس اليوم جامع مرة أخرى. الصحيح عليه كفارة واحدة لأجل أنه لم ينتهك إلا حرمة يوم واحد. وبقول هذا أستغفر.